الله يجروا بسرعة، الديناصور هيجي ياكلنا. انا لازم اهرب بسرعة اروح لماما. هتروح مني فين انت وهو؟ انا هاكلكم كلكم واحد ورا التاني. هتعرف تهرب مني تاني؟ انا هاكلك انت ومامتك. اجري انت بسرعة يا سيمبا. يا عيني انا مش هسيبك، انا وراكي انت وابنك. يلا يلا يا حبيبي اجري بسرعة، ده سريع جدا وهياكلنا. انا تعبت اوي يا ماما ومش قادر اجري. انا مش قلتلك مش هتعرفي تهربي مني انت وابنك؟ انا هاخد حقي منك. اطلع انت بسرعة يا سيمبا، استخبى فوق جذع الشجرة ده. حاضر حاضر يا ماما. انت فاكره ان انت هتقدري عليا؟ يلا يلا يا سيمبا بسرعه. انت هربت ابنك؟ طب انا هاكلك ومش هسيبكي ولا حاسب. ماما ارجوك يا ديناصور اوعى تاكلها. لا ماما. ماما الديناصور اكلها، يا ترى انا هروح فين؟ انا ماليش حد غيرك خالص يا ماما. يا ترى انا وصلت لفين؟ وايه المكان الغريب ده؟ انا جعان قوي، اروح ادور على اي حاجه اكلها. لو سمحتوا انا ممكن اكل معاكم؟ انا جعان جدا وما اكلتش من اول الصبح. لا احنا مش هناكلك معانا، يلا اتفضل امشي من هنا، الاكل ده يا دوب على قدنا. ايوه الاكل ده بابا جابهولي انا لوحدي ومحدش هياكل معايا. انا جعانة قوي، يا ترى اكل ايه؟ الدب اللي هناك ده شكله طيب جدا، واكيد لو طلبت منه حتة لحمة هيديني. لو سمحت حضرتك ممكن تديني حتة لحمة؟ يلا بعد من هنا بدل ما اكلك انت، اللحمة دي بتاعتي واوعى تمد ايدك عليها. انا شكلي كده هنتهي من الجوع، انا جعان قوي ومش عارف اكل ايه، ومش هقدر اصطاد، انا لسه صغير جدا. مفيش قدامي غير اني اكل من التفاح اللي على الشجرة فوق ده، بس يا ترى اطلع ازاي؟ دي عالية جدا. انا لازم احاول مرة تانية واطلع فوق الشجرة علشان اكل. يهو اخيرا طلعت فوق الشجرة. يام 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 يام. الحمد لله انا اكلت وشبعت، اروح ادور على اي مكان انام فيه. ايه ده انت نايم هنا ليه؟ يلا اتفضل ابعد من هنا، ده المكان بتاعنا احنا. لا كده حرام عليكم، انتوا بتضربوني ليه؟ بنقول لك ايه، يلا اتفضل اخرج بره الكهف بتاعنا، ويا ريت كمان تخرج بره الغابة خالص، احنا مش عاوزين اغراب. انا لازم اروح اتدرب علشان اعرف ادافع عن نفسي واعرف اعيش وسط الغابة دي. ما تنسوش يا اصحابي تعملوا لايك واشتراك لقناة ميرا كيدز. باي.